السلام عليكم. مباراة مصر ضد غانا في كأس أفريقيا اليوم. ارفض اللايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد ولاستمر معكم البث بدون تقطيع. يستعد المنتخب الوطني المصري بقيادة فيتوريا لمواجهة نظيره غانا في ثاني جولات بطولة كأس الأفريقية والتي تقام بكوت ديفوار وتستمر حتى 11 فبراير المقبل. وبدأ المنتخب المصري مشواره في بطولة أفريقيا بمواجهة موزمبيق في الجولة الأولى وتعادل هدفين لكل منهما، ثم يلتقي مع غانا اليوم في رقاء مرتقب بالجولة الثانية على أن ينهي مباريات المجموعة أمام الرأس الأخضر يوم الاثنين المقبل. وفي حال تأهل منتخب مصر متصدرا المجموعة الثانية سيضرب موعدا مع صاحب المركز الثالث من المجموعة الأولى أو الثالثة أو الرابعة، وفي حال التأهل قواصيف المجموعة سيلتقي الفراعنة مع ثاني المجموعة السادسة، أما في حال التأهل كأفضل ثوالث سيكون المنتخب الوطني على موعد مع متصدر ترتيب المجموعة الثالثة أو الرابعة، وتنص لوائح بطولة أفريقيا على تأهل أول وثاني كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل 4 ثوالث إلى دور 16 بالبطولة الأفريقية، على أن تقام المباريات بعد مرحلة المجموعات بنظام خروج المغلوب. بنتمنى التوفيق للمنتخب الوطني المصري. مشاهدة ممتعة لحضراتكم. نرجو وضع اللايك والاشتراك في القناة ليصلكم منا كل جديد ولاستمر معكم البث بدون تقطيع.